وانا بدي اروح اخطب له اياها وبدي اياكي تروحي انت وامك معي. عفاف، انت بتحبي لشاهر؟ ليش هالسؤال؟ مو مشان شيء، بس مستغربه. شاهر بحبها لسعاد، وهو تزوجني مشان يجمعني انا واولادي ببيت المرحوم. انا ما بدي اياه ينحرم من البنت اللي بحبها. اصلا هو جاي بالصيغه ومجهز لها كل شيء. انا امبارح شفته، واليوم الصبح جاب لي نفسهم، قال شو مشان ما ازعل. مفكر انه الصيغه رح تغنيني عنه. صيغه؟ ايه، وانا مشان هيك بدي اياه يضل مبسوط. واكيد روحتنا لعند اهل سعاد رح تفرح له قلبه وتسر له خاطره. عفاف، انا سالتك سؤال وانت لهلا ما جاوبتيني عليه. انت بتحبيه لشاهر؟ بس شو الفايده؟ هو بحبها لسعاد. عفاف، انا امي قالت لي انه الك خاطر شاهر يتجوز. انا بدي شاهر يتزوج مشان ما اكون سبب بحرمانه البنت اللي بحبها. مشان هيك انا امبارح حكيت معه بموضوع سعاد. شو قال لي؟ قال لي انا بحبها لعفاف، مو ممكن اتجوز عليها وحده ثانيه لو شو ما صار. بس انت هلا وغوشتيني مشان الصيغه. شهيره، انت من حقها عم تحكي انه شاهر هيك قال؟ ايه والله. شهيره مشان الله ما تكذبي علي، اكيد هو هيك قال. احلفي. لك والله العظيم هيك قال. لكن الصيغة يلي أنا شفتها مبارح لمين؟ لتكوني عم تحكي أنت عن نقود فهمية. نقود فهمية؟ ليش؟ ليش هو شو نقطة الفهمية؟ سوارتين وخاتم وجوز حلا، هدول هنين. والله العظيم يا شهيرة هدول هنين. معناتها شهر مو جاي بالصيغة لسعاد مو؟ سعاد شو؟ عم قلك شاهر بحبك بحبك. بعت لي حما يا شاهر، قديش كنت صانتك. يعني انتو لهلا ما؟ ايوه، نحن مستغربين ليه ما عم يجيكم اولاد. يقبر قلبي ان شاء الله. يا ريت كنت عرفانه من زمان انه هو بحبني لهالدرجه، وانه ما عم بفكر بسعاد. هو صحي ما كان يفكر فيكي، وصحي كمان كان يحبها لسعاد، بس يمكن بعد ما عاش معك قلبه تعلق فيكي. وانا قلبي تعلق فيه كثير والله. وقلبك ما كان حاسس بحبه؟ بلا، بس كنت دائما كذب احساسي، لانه شاهر ما تزوجني لانه بحبني، تزوجني بس مشان يجمعني انا وولادي ببيت المرحوم. ومشان هيك يعني انت شلون ما قصدي. انا باول ليله كنت حاسة الشاعر كتير غريب عني، وكنت عم حس المرحوم واقف بيناتنا، ومو بس المرحوم وسعاد كمان، وشاهر حس بهذا الشيء. بس أنا الحق علي. ليش؟ لأنه مثل ما قلت لك كنت دائماً عم حس إنه المرحوم عايش معي وما عم بفارقني بنوم بنوم. وأنت لساتك بتحبيه للمرحوم؟ شاهر عوضني بحبه وحنانه عن الماضي كله. يا الله شو قصتكم غريبة. بتعرفي الشهيرة؟ حاسة حالي طايرة من الفرح. روحي الله يهنيك ويبسطك كمان وكمان. آمين يا رب. شهيرة بدي أطلب منك طلب. أنت بتأمري أمر. بدي إياكي تروحي معي على البيت. مشان شو؟ بدي أروح أنقل التخت والمراية والصندوق على الغرفة الثانية. أيوه، معناها صار لازم نبعت ورا الداية ديبة مشان تجيب الماشطة. شهيرة. شهيرة؟ ايه. انت وين رح تنامي اليوم؟ عن بيت اهلي، لانه ابو حده اليوم نايم بالطاحونة. طيب تقبري قلبي، تاخدي الاولاد اليوم تنامين عندك؟ صعب. لك انا مو بدي نيم لك ياهن عندي ليلة، ايه والله لنيم لك ياهن عندي جمعة كاملة. لي على قطعتك انت. يلا خلينا نخلص بسرعة مشان نروح على صباحية فهمية، هلا مرت عمي بتيجي بتاخذنا عجلي يلا. ايه والله، ومنه منجيب معنا الماشطة.
بنون عفاف. يا عمري انت، الله يخلي لي اياك يا ابن عمي. ان شاء الله بعيش وديات. اكم معقوله هيك؟ كم سنه ضيعنا من عمرنا على الفاضي؟ شايف؟ وانا اقول لحالي بكره بيحن واللي بعده بيحن، وانت تناش على الاخير. انا ولا انت؟ انا. انت اللي كنت متقل حالك علي ابن عمي زياده عن اللزوم، مشان هيك انا كنت فكر انه بالك مشغول بوحده غيري. عفاف، طويلة هالسيرة بقى. حاضر ابن عمي، بعت لي حمّة قديش ظلمتك. وأنا كمان ظلمتك. عفاف الله يرضى عليكي، حطينا لقمة لنكسر الصفر. شو هي هي؟ لأنه شهيرة قالت لي ما تكسروا الصفرة قبل ما تجي لعنا هي وأمك والبنات مشان يجيبوا لنا الفطور معهم. هي الشهيرة دري؟ أنا قلت لها. ليش قلتي لها؟ صراحة ما قدرت أخبي، وحبي إلك كمان ما بيتخبى. كثير حلوين الذهبات. عجبوكي؟ بياخدوا العقل. لسا امبارح ما كنتي طايقتيه. امبارح غير اليوم ابن عمي. ايوه. هي اجا الفطور. هاي المفتاح. مين؟ أنا جابر. جابر. أهلين معلم جابر. أهلين أخي. السلام عليكم. خير؟ شايف عقله على بعضك؟ إلك ولا للديب عقيد؟ لا، شو هالحكي هاد؟ خسر الديب؟ عمران قتلها لمقعود. إيه خرجها الله لا يقيمها، وخليه يكسر لها راسها كمان. ذبحها أختي، ذبحها. شو؟ ذبحها؟ إيه ذبحها. بدنا نخبيه لعمران القط ببيت عمك حمدي إيش كان فاضي. شنو بالباكي ما في أمان. صار. يا رب يا ما بدي عمر. بنت محمود اللي بيته بالسوق ولدت الحمد لله. جابتهم خزيت العين توم. الله يحمي الشباب ويردهم سالمين غانمين بإذن الله. آمين يا رب. دخيلك شو راح يصير عليهم؟ يعني الشباب ما بينخاف عليهم؟ لك نيالك على القلب. شلون ابنك بالحرب وبالك ماله مشغول عليه؟ ايه اخي ما راح معه. ايه والله ابني ضعفان يقبر قلبي، لا قدران لا يروح ولا يجي، بس طول الليل طول الليل عم يطج ويركع ويدعي لهم. ها ها، من هيك مبرد قلبك وما على بالك شيء حبيبه قلبي. شوفي انا رغم انه ابني ما راح محوم، لكن مالكم يمين علي، وصدقوني يا جماعه انه قلبي عم يشعل نار عليهم. الهي يا رب، الهي وسيدي ومولاي، ترجع لنا اياهم بالسلامه. قادر يا كريم. امين يا رب. امين. والله طول الليل طول الليل عم طج واركع وادعي لهم. قال مبرد قلبي، قال اعوذ بالله، والله كلهم بسعر ابني. بس يعني قصة رويدة وأخوها رجدي عامي على قلبي عمي. يو؟ ليش شبه رويدة؟ ليه؟ يعني خلي الطابق مستور، الله يستر على حريماتنا. يو؟ شو القصة أم صفوان؟ رويدة هربت. هربت؟ يا مم، أنت شو بدك بهالحكي؟ إيش بدك ياهم ما يعرفوا ويضلوا هيك مثل ما قال المثل، مثل الأطرش بالزفة؟ صلاة محمد يا أم صفوان تحكي، والله شغلتي لنا بالنا على رويدة. يو، يعني العقيد أبو فهد ما حكى لكم؟ لا يا مو، العقيد أبو فهد ما بيحكي شيء بيصير بالحارة، وخصوصا إذا شغلة بتخص الحريم. احكي يا أم صفوان احكي. رح أحكي لكم، بس أمانة بصلاة محمد ما بتجيبوا سيرتي. لا خذ لا يا أم صفوان. احكي يا أم صفوان. رويدة هربت. يو معلوم. يا لطيف،
هربت؟ يضرب قلبي عليها المخلوقة شو معترة. ما لحظ يا حصلتي ما لحظ. وليش لتهرب؟ حدا ضايقها شي؟ أعوذ بالله، مين بده يضايقها؟ ولي على قلبي رجدي بالسجن وعبده يا دوبو يا دوبو بيته ومرته وشغله. إيه والله والله ما حدا بيعكر لها مي من يوم ما مات جوزها وإجت على بيت أهلها. الله وكيلكم الله وكيلكم، بنتي عاملت لها خدامة. لوين راحت؟ ما بعرف. أبصى يا ما تحت السواهي دواهي. شو قصدك أم صفوان؟ مو قصدي شي، ليكي تقبريني. أنا عندي حريمات الله يخلي لي إياهم وما بحط حدا بزمتي. أي والله. لا يا أم صفوان حرام عليكي. يو ما حكيت شي، قلت لك أنا عندي حريمات وما بحط حدا بزمتي. يلا يلا أنت وياها. يا مو حكي لهم كيف وافقت تتجوز. لك خرسي بلا لعي، ما بدنا مشاكل. وافقت تتجوز مين؟ ما حدا، نحن ما دخلنا بهالقصة. يلا يلا أنت وياها. قال مثل ما قال المتى، أهلك لا تقربهم بيقرسك عقربهم. أصلا طب الجرة على تمها، البنت بتطلع لأمها. تفضلي تفضلي فتحة أفندي. يلا استودعناكم. مع السلامة. وينك وينك اختي صفوان؟ اختي صفوان روحي لقلك والله لأدعيلك إلها من جوات قلبي إنه الله يطعمها ولدي، فرح قلبها وخاطرها. يوه الواه هي وشها حبل ولادي. شرفتوا يا مو شرفتوا. وينك اختي؟ اختي لعند فردوس كنتنا. لي شو بدها تساوي لفردوس؟ يي الله يصلحك على هالحكي. لك فردوس مغاوي تلقي جبل لجبل اللي بدها اياه بصير. يو فردوس. ايه فردوس فردوس اللي معجبتك انت، روحي وجربي. شو بها فردوس؟ يبعت لك حمى تسلقك شو كتارة غلبة. يلا خاطرك النصري. مع السلامة مصفوان.